وإلى تفاصيل هذه النشرة. يزور أمير قطر تميم بن حمد الاثنين إثيوبيا رسميا لمدة يومين، ومن المتوقع أن يلتقي تميم بالرئيس الإثيوبي مولاتو تيشوم وهيلي ديسالين رئيس الوزراء لإبرام عدد من الاتفاقيات، وتأتي عقب زيارة والدة الأمير القطري للسودان. واعتبر الخبراء أن هدف الزيارة توسيع الخلاف المصري السوداني. في المقابل أعلنت الخارجية المصرية عن توجه سامح شكري وزير الخارجية للسودان لحضور اجتماعات لجنة المشاورات السياسية بين البلدين ولقاء الرئيس السوداني عمر البشير. للتعقيب عما لدينا من موضوعات، يسعدنا أن يكون معنا بالاستوديو الكاتب الصحفي محمد السيد صالح، رئيس تحرير جريدة المصري اليوم. سعداء بوجودك معنا. أهلا وسهلا سعداء. هل تعتقد أن هناك فعلا مآرب لقطر من أجل وجود شرخ ما بين مصر والسودان، إشعال الفتنة ما بيننا وما بين أثيوبيا؟ هل ستستطيع مصر بشكل مباشر من خلال مباحثات وزراء الخارجية أو وزير الخارجية سامح شكري في احتواء الموقف في جنوب أفريقيا؟ جنوب السودان أو في السودان بالتحديد. خلينا أتكلم على أكثر من جزئية. الجزئية الأولى أن احنا أمام تواجد قطري مركز في منطقة سد النهضة بالتحديد. صحيح. تواجد مادي، تواجد بالدعم، تواجد كان الأول تكهنات، دلوقتي بقى رسمي في أمير قطر نفسه هناك. أكثر من مسؤول قطر زاره. الفترة اللي فاتت كان في نوع من المكايد، عجبني عنوان مكايد اللي قلته لسمر قريته في مقدمة النشرة، مكايد قطرية، مكايد بالفعل. من شهرين ثلاثة لو تفتكروا كان في وزير، من شهرين بس كان وزير سعودي هناك زار سد النهضة، وبعدين جاء التقارب من مصر. أتوقع أن هو نرجع شوية إلى نقطة نظام مع السعودية في هذه المسألة. إنما قطر الموضوع متوتر معها، وتوقع يعني في أزمة سياسية وأزمة إعلامية مع قطر. الأزمة السياسية وضحت للناس بخروج الرئيس والوفد الرسمي من القمة العربية طبعا. في ما احنا سألنا وقيل لنا في تسريبات ان كان الرئيس على موعد مع العاهل السعودي، وقيل طب ليه كان الرغبه في ترك الكرسي تماما فارغ في لحظه، كانها رساله سياسيه. اعتقد ان هي رساله وصلت. انا وصلني كان معلومه مرتين متتاليتين ان امير قطر طلب مقابله الرئيس في نيويورك وفي ومره اخرى في عمان ورفض الطلب. إذن هذه نهاية قطر في نوع من المكايد. مرة أم الأمير تروح تتكلم على الحضارة الفرعونية في السودان ونفس الحضارة والأهرامات، وتاني مرة. بس أنا عايز خلي بالك، الدول العظمى يعني خلينا مصر دولة عظيمة، حتى لو طبعا. لم تكن قطر دولة عظيمة أو شبه دولة عظيمة، لابد أن نختلف بعظمة. إزاي ما نسيبش القضية الأساسية ونغلط في التفاصيل ونقول بقى في جريده شهيره وعلم مش بيتكلم على لغه سوقيه جدا في الخلاف. احنا ستبقى قطر دوله عربيه، سيبقى لدينا مصريون هناك، سيبقى في هي جزء من الاسره الخليجيه، فمش عايزين نغلط، نختلف سياسيا بس ما نغلطش، ما نسوقش الى الخطا في هذه الجزئيه. ازاي اقودك الى الجزء الثاني من الخبر اللي بيتكلم عن وجود مصري وزير خارجيه لما بيروح السودان. وزير خارجيه بيروح السودان على اجندته رقم واحد، جايبين له اجنده قد كده السودانيين، سابوا كل الكلام السيء عن حلايب، كلام المداخلات، التحالفات، ومسكوا في خمس ست تصريحات وخمس ست وجود وناس مسؤولين مهمين على فضائيات بيتكلموا باللغه السوقيه، نفس اللغه السوقيه ضد السودان. انا اتفق، يعني سالت ليه الاجراءات السودانيه اللي كنا النهارده واخدين في الصفحه الاولى في مصر اليوم على تاشيره سودانيه لما بين 16 و50 سنه، فقيل لي او قيل لنا بشكل عام في مصر اليوم ان احنا بنرد، السودانيين بيردوا على مصر اليوم، لان مصر خرقت من قبل اتفاقيات الحريات الاربعه اللي تفتكروا من كام سنه، التنقل وراس المال والتملك وما الى ذلك. مصر اللي فالسودانيين ردوا، مفروض يبقى نفهم الأول ويراد مثل هذه بلغة صحفية وسياسية راقية وليس الشتيمة. الشتيمة اللي بتبقى والناس بتغلط وبينعكس سلبيا على صانع القرار. هل ترى في الأفق تحالف سوداني إثيوبي مع قطر ضد مصر؟ والله هم أقل من هذا الحجم. أعتقد أن مصر في سد النهضة التحالفات الكبيرة، مصر لديها أوراق مهمة جدا لازالت لم تلعب بها حتى الآن، وقطر أقل من أن تشكل هذا التحالف أو تكون مؤثرة في هذا السياق.